موجز لأهم الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن هناك نقاط خلافية لازالت قائمة ولم يتوصلوا لحل لكل النقاط. سلامة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل اتفاق الصخرات قال إن البعثة الأممية ستبقى تعمل على تنفيذ خطة العمل التي طرحها هو والتي ستتوج كما قال بانتخابات نزيهة حسب قوله. وأضاف سلامة أن هناك مساحة من التفاهم في كل النقاط وهناك مساحة من الاختلاف في جميعها بما فيها المادة الثامنة حسب قوله. قال مصدر صحفي إن أعضاء من مجلس النواب المنحل وما يعرف بالأعلى للدولة أكدوا وجود خلافات لا زالت قائمة بينهم. وحسب ما نقله المصدر فإن أعضاء المجلسين أكدوا أن أساس الخلاف يتركز حول المادة الثامنة الموجودة في الأحكام الإضافية من اتفاق الصخرات. وتنص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية باتفاق الصخرات على أن تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق. أكد أهالي مدينة بنغازي المهجرون والمتواجدون في المنطقة الغربية أن مجلس أعيان وحكماء بنغازي بالمنطقة الغربية لا يزال الممثل الوحيد لهم. الأهالي في بيان لهم الجمعة عبروا عن تأييدهم الكامل للمجلس في تولي شؤونهم فيما يخص إدارة قضية المهجرين، وهو المخول بالمشاركة في جميع مبادرات وجلسات الحوار والمصالحة الوطنية داخل وخارج ليبيا، مضيفين بأنهم في حل من أي التزامات تترتب عن أي اتفاقات يبرمها أي طرف آخر يدعي تمثيله لأهالي مدينة بنغازي المهجرين عدا هذا المجلس، رافضين في بيانهم وجود شخصيات جدلية في أي مناصب سيادية أو قيادية تعتمدها الأجسام السياسية الناتجة عن تعديل الاتفاق الصخرات كمجرم الحرب حفتر. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض واضح في درجات الحرارة من هذا المساء. مركز الأرصاد أضاف أيضا أن هناك احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم على مناطق الشمال الشرقي من الجبل الأخضر حتى الخليج، مؤكدا أن السحب تتكاثر على منطقة الشمال الغربي ومناطق الوسط مع وجود فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية. في الختام إلى اللقاء.